ذكر الجلالة ومدح الموصول. ذكر الجلالة ومدح الموصول. إن شاء الله يا حضر يعمل معروف سيرته ميزان نجعلنا من النيران. سليب يا سليب يا سليب يا سليب يا سليب يا يا سليب يا سليب يا سليب يا سليب يا يا سليب يا ولدي. باب يا ولدي. باب اخي تبيع في الزرابي يا زرابي معرض العروسه. انا لابس قبقاب في راسي عندي صنعه سليب يا سليب يا يا سليب يا سليب يا اش بيك اش بيك تعيط اش بيك طول شوي. انت تبيع في الزلاب يا نبيع في الزلاب يا اي بالله والله تشري زلاب يا ايش نقول لك ايش اش بيك تحكي بشوي خاطر ما دام تبيع في الزلابيا معناتها عندك فارينة اعطيني كيلو فارينة خليني نمشي نروح وتاح الكيف على ظنه يا حاج راني نبيع في الزلابيا مش في الفارينة يا حاج عندي زلابيا وعندي مخارق يهديك ربي تاخذ مخارقة بقداش الكيلو هذه مخارق باجة الكيلو بعشرين دينار عليها جبتهم على ساقيك ايه يا حاج عندي زلابيا بعشرة الاف هاي تصليش عن شنية تسعة الاف شنية خمسة الاف شنية بلفين شنية بليش يا حاج ها بليش قلت بليش هذه سمعتها بليش بليش ما لعتيني 20 كيلو زليبيا 20 كيلو مخارق و20 كيلو فارينة واحد صايم جال واحد يبيع في زليبيا تسأل عليه شكون يبيع في الزرابي وبعد تعمل لي هاي زليبيا تحب زليبيا هاي زليبيا تحب تاخذ زليبيا بليش يا حاج ماذا بي برافو صدق صحية ليك أكاو ديك هي لينستكم تاع الخدمة صبح عادي صبح عادي خير شوي خير شوي حاجة أنا مش نحكي في موضوع جدي تويك هذه معناتها نهز كرسي نضربك بيه نقول لك لينستكم تاع الخدمة لا ما سيد اغسل عني بي مش نحكي في موضوع جدي شكون توحش الزلابيا أول نهار رمضان حلو صراحة جدي حلو بعد هيك سكروا عاودوا سكروا أنا ما نحبهاش بالكل الزلابيا والمخارق نعم ما نحبهاش بالكل ما عليك قلت شكون توحش هزيت يدك نحب نعبر على الوحش ما توحشتيش حتى طرف يا استاذ بالعوده وعلم تحبيش لبنى ساعه ولا ابني ما ناكلهاش صراحه كم خارق هكا كل حلو ويش لبنى شو ذيك الحوايج يحط في الطلب صلي على النبي على العباد تشرح يا اخوي والله كم خارق فهمتي وخشينه وحلوه حلوه حلوه وهي لو تهزها يدها العسل بتاعها مازال وين حلوته ازلاب يا اخ فاله وانت وزيدها سمن يا ما تم اللي يعملها بالسمن بالسمن زيد زيك يبدا عملها واحد صنايعي بصراحه تبدو بنين حتى سكرها حتى سكرها يبدا معقول استاذك مش قلنا انت قلت ثم اللي متلو يسق عليهم البيعان وشنو ما فهمتش ثم عبيد حلوا اللي متلو لها فوزي حوين يبيعوا في المخارق وزلاب يا حلو بعد ديك سكروهم معناتها جيت الدولة قالت لي سكر دونك سكروهم ما حلوش معناتها حلو بيعوا نهار براتيكمون شهر نهار ونص وعاودوا سكروا معناتها ليه سامحني فاش باش يقلقوا مثال سليبيا والمخار كيما الكوشة بالضبط يحل بالوقت وبالواحد زين وهو عامل لك صدق صادق انا صدق السؤال هذا خاطر البارح انا شفت منظر يعني في اريانا بصراحة ماهوش لك مسكين واحد زوالي طفل زوالي مسكين عنده شهر عنده باتسوري معروف في اريانا تسلف باش يحلوا البارح باش نجم يخدم عنده ثلاث وليدات هذا سكروا له الاخر سكروا له ويجيو لهذاك يقولوا سكر قال لي فوزي خويا تسكر الناس الكل تحل الناس الكل قال لي انا حليت باش قال لي انا حليت باش نخدم ناكل خبزه قال لي هاو باتسوري بجنبي تبيع في حلو تبيع في بقلاوه تبيع في حلو فوزي عاملين بالطريق ثلاث ايام ثلاث ايام راه فهمت يعني بصراحه وديما نقولوا احنا مصلحتنا ابجد من كل شيء عليك اما القوا حل القوا حل ما بالحق شهر رمضان هو مش اقتصر على الزلابيه والمخارق والحلو لا لكن من عاداتنا وتقاليدنا هذيك هي بكل عام اما وهذوما الناس كل الحانوت فيها الحانوت نتاع باجه عملناها مشينا لها فيها 8 ولا 10 يخدموا 10 10 و10 يحضروا الداخل من تاني في الواحد 20 واحد يخي شنو هو فوزي هو بالله سمح صدق عرش كتشطرني الراي وليت واحنا مضحيين برشا حاجات واللي مضحي بخدمته واللي مضحي بكذا انت باش تجي في الاخر معناتها طرف مخارق طرف زليبي بدهم يضحيوا بهم لا لا يا زين يا زين انا اسمعني ما تركش انا سامحني سي فوزي تفضل على كلامك بالعسل بزليبي زليبي والمخارق بالشحور بالشحور انا مش قلت لك يحلوا قلت لك مش يحلوا ناس ما يحلوش هي باش تتحلوا كل شيء اما فما حاجات ما تفهمهاش شنو الفرق مثلا
بين اللي يبيع الخضره واللي يبيع المخار قزله. واللي يبيع الدجاج. شو الفرق؟ شو الفرق؟ صدق راه فما مش الفرق راهو، انت تحكي في كيفاش الفرق في البيوع، نحن نحكيو في الاساسيات، راهي الخضره اساسيه باش تطيب بها، المخارق راهي حاجه ماهيش اساسيه في الحياه، ماهيش ضروريه ناكل مخارق، انا نجم نقعد عامين ما ناكلهاش مش باش تصير لي شيء، الخضره كيما ناكلهاش باش تصير مشاكل الطفل الصغير ولا العام. صحيح ولا لا؟ اقتنعت تو اخي تو انت عايش في تونس معنا عايشين الكل، كل شيء يتباع في النوار تو عباره راهو. معنا كل شيء تو ولا في تونس عباره خويا الغالي باش تاخذ الحاجه هذيك عند فلان في داره، الاخر حانوت بالسرقه، الاخر كراج بالسرقه، كذا معناها تاخذ موجود الشيء راهو. معناها فما عباره شنو اخذت في النوار طارق؟ فما برشا حاجات خذيتها في النوار. اعطيني حاجات. ما نكذبش. خذيتها في النوار ابار حاجات اللي ما نكذبش يا ولدي انا خذيت برشا حاجات في النوار ومش نقول شنو ما نسميش. قهاوي. مخنا البعيد. خذيت برشا. خذيت قهاوي. انت ما قلتش مخدرات انا. انت مش نحكيو على حاجات خارج القانون، نحكيو على حاجات تبيع في النوار. يمشي مخنا البعيد نقصد التليفون خذيت. يقول باش يفرح العباد اللي باعوا له معناتها. لا لا. يقول خذيت، خذيت قهاوي. يا ولدي خذيت. باه. خذيت سميد. خذيت خويا سميد سميد يا ديش نقول لك حاجه، خذيت كل شيء فرينا كل شيء خذيت كل شيء. باش سامحني لحظه بربي لحظه برك باش ننظموا الحوار ثقه برك. انا نعتذر معناتها انه فما طارق قال راني خذيت كل شيء في النوار، لازمك تكون قدوه طارق. ايش نقول لك؟ لازمك تفسر للعباد راه خاطر كان انت العباد شو تقول في ديارها، تقول لك هذا ممثل ومعروف ومحبوب شي تبوك غلط من غير ما تعمل لي كوره مع العباد. معنا على اساس انا على اساس انا مشيت عملت تفهم فيا ولا على الموقف انا خويا الغالي. انا خويا الغالي علاش قلت الحكايه هذوما بالذات؟ خاطر توا نحن خويا الغالي قاعدين نكذبوا على بعضنا، معناه توا نحن نحكيو في كلوخة القدوة ودرا شنو كذا. انت خويا الغالي كي توفالك الحاجة هذيك في الدار امك تقول لك جيبها، سي جيبها راه ما تحكي لي حتى حكاية. انا مثلا ماذا بيا خلينا نكمل لك بالله زيد باش ما تخرجنيش انا زاد مع لا لا مش نخرجك، اما كي تقول لي انا امي تقول لي جيبها. الناس امي ما تخرجش من الدار ومنبع عليها ما تخرجش من الدار الكل وحتى بعض اختي ما لازمهاش تخرج باي طريقة، ما تحكي لي حتى حكاية. وانا اقسم بدين الله نسلم عليها من بعيد، اقسم بالله من بعيد راه مش الفن، خاطر انا نخرج ونصور ونمشي راديو نخدم وكذا، دونك انا اوبليجي خويا الغالي باش نقضي لها باي طريقه تصورها انت في مخك. وراه برشا توانسه تو في تونس راه حتى في الحجر الصحي وفي الكوفر فيه وكذا عباد قاعده تخرج وتمشي وتقضي، واي واحد فينا كان عنده كيفاش يسلك اموره يسلك اموره. يا طارق سامحني راه اللي تحكي فيه معقول وان نحاولوا ان نستعطفوا الراي العام اني انا نقضي لامي واحد لوجيك مش نستعطفوا في حاجات اساسيه. راه انا نحب مقرونه نمشي ناخذها من سوبريت محلوله من سوبر مارشي كبير ولا حاجه ما نمشيش ناخذها في النوار. معناتها راه انت تقول لي في النوار شنو اللي في النوار؟ كل شيء متوفر انا كي ندور خويا في حومتي عندنا كل شيء، المقرونه متوفره، الكسكسي متوفر، كل شيء متوفر. تو سامحني انا نحكي على المقرونه، فما واحد يحكي على المقرونه في النوار. الحاجات الاساسيه تستحق امك. فما واحد يحكي على المقرونه معناها هذا هو السميد هذا هو. تو انا نحكي على المقرونه مثلا. ليه؟ نحكي على الحاجات اللي مش موجوده. مريم فسر انت كان ليه؟ انا مع طارق على خاطر هو تكرار من الاول. على شنو هو يحكي؟ قال كيما باغ اكزومبل ياخذ قهوه. ياخذ قهوه ريدو طايح ينجم يدخل يقرا. انا مش نمشي ناخذ قهوه لامي، عجبني خذيت حاجات حاجات فيها يا ماشي. انا نحكي لك على حاجات اساسيه مقطوعين ما فماش. انت علاش ما تقولش؟ انت تقول السميد والفرينه تنجم تقولهم. اي حاجه اي حاجه مقطوعه تهم اي عائله في تونس انا خذيت الفرينه وزيت ال الدعم كله ما فماش. شوف علاش قصه كلامك طارق تو كي باش تقول السميد والفرينه انك دبرتهم تتسمى وما همش يتباعوا في النوار، انك تمشي العطار مخبي لك زوز كيلو ما عطاهمش لكليون اخر يعطيهم لك افونتاج خاطر تحومتك صاحبك بتر يطلع يقرب لك. اما تقول حاجات في النوار نجم نفهموها اللي انت تمشي للقهاوي صحيح هذاك اللي معنا فهمتني؟ ليه الفرق بيناتنا؟ ليه يا ودي اخي مهبول باش نمشي للقهوة ونقعد نعطيه الكلمة لفيصل وبعد هيك نعطيه الكلمة لفوزي ونقفل الموضوع هذا. فيصل ما نكذبش عليك انا كما قال الوالدين قبل كل شيء، انا امي بيدا مريضه بالقلب خويا وانا والله العظيم متوحشها ومتوحش باش نبوسها من جبينها صدقني. كرا ساعات هي مسكينه هكا نبداو في الجنينه اللوطه بتاع دارها تبدا تقد في النوار توسع في بالها ولا حاجه تزرع في حاجه وتبدا تحكي معي من غير ما تشعر تقرب لي انا تخزر لي تقول لي توجعني انا باش نبعد عليها. مين نقول لها يمين تيرا واخزر اختي تخدم في الصحه انا نخرج وندخل معناها من بعيد يمي متير خليك غادي معناها راهو مصلحتك مش يا خويا انا عاد يا ان شاء الله ربي يبارك فيك عايش لك. حاب نقول لك يعني من في البدايه الحجر ايش قالوا؟ شنو هما الحاجات الاساسيه اللي لازمهم يحلوا؟ اللي هو الفارماسي
اللي هي اساسيه واللي غران سيرفاس اللي يبيعوا في المواد العطاره والعطاره هاكله والخضار والخبز محلولين الباسوريات محلولين برب يبيعوا مثلا اللي يبيعوا التوابل والفواكه الجافه في برمشي هبط الباب الزيره يا اخي ايش تقول انت يعني برشا حوانت خير محلولين يعني ينسخ الشغف اسمعني اسمعني شو حكايه الحجر الصحي والناس مسكره اربوا انا نسكن قريب حي زور بريس خويا برجوليا نقول لك من الاخر وعلى الاخر يا ردي نورمال الحجر الصحي لاويل لحوم الشعبيه ناس خويا فدت تيقظ ناس تخرج كما قال لك محتاجه بيمشي يسري قضيه علي معناها حقيقه ذي لازمنا فقط باش نفسروا النقطة واضحة على الأخر وهو أبرتي من 4 مايو باش يبدأ الحجر الصحي الجزئي رانا احنا مع الدولة في تطبيق الحجر الصحي مهما كلف ذلك ما كلف نعرف أنه ثم برشا عباد وفما برشا عباد تعذبت وتوصلوا لها مشاكل وحياتها وقفت وخدمها وقفت احنا بيدنا ورانا اقسم بالله العظيم رانا نعانيو باش نخدموا بركة واحد مش عارف عندها ظروف ربي تستر وربي معانا الناس كل وكا واحد خايف على عائلته كل شيء اما نحن ضد اي شخص يدعو الى خرق الحجر الصحي وتوا جاء وقت كرسي الاعتراف باش يكون ضيفي في كرسي الاعتراف الفنان القدير فيصل بالزين فيصل مرحبا بك يعيشك حاضر ربي توعدنا في انك تكون صريح اقصى درجه لا كيك تعرفني صريح بطبيعتي غير ما تكون صريح لاقصى درجه طبعا طبعا اوكي معناتها نجم نستناو نوع من الحاجات اللي تنجم تخلق برشا حديث من بعد اعترافات انا نتحدث ربي يعمل لي فوزي وخي امريك فيصل باش نبداو بالسؤال الاول اجابته تنجم تكون صادمه قديش عمرك فاوز نجاوب انا في كارين يا اخي عمري نورمال انا نقول لكم 56 سنه 56 سنه ما تظهرش فيصل 56 معناتها ديما العباد عندها ليماج تاع فيصل جون صغير صغر العنب المكمش وقتاش اول عمل مسرحي مثلت فيه؟ عام سيرسان قدم بيبليك ولا بديت المسرح؟ بديت تقول سيرسان بديت سيرسان قدم بيبليك 84 وخذيت فيه جائزة أحسن ممثل في أسبوع المسرح 84 أسبوع المسرح 84 لو كنتش لو ما كنتش ممثل فيصل شنو كنت نجم تكون؟ أنا كنت في الأساس أرتيست بانتر ولا شانتور كنت نغني قبل ما بعديك باش نغنيو مع فوزي دي جا نعمل ديون تي خويا تحطني مع فوزي ما نقدوش تبارك الله هو بروفيسيونيل أنا أماتور تي لباس نعملوا ديو خفيف فيصل بزين شنو هي نقطة ضعفك؟ يا طيب طيب برشا تستغل تيبتي وتضرب معقول يضربوا في البقعة هل صحيح انك تلازيت تخدم عربني وتغني في العروسات في فترة ما؟ ما تلازيتش انا قناعتي كنت نقرا وممتون نخدم عربي نخدم فروحات وعندي جروب ونغني وجي جلالة وصلنا في باب جديد دون لطن يا صادق والله يا ذي نغني وعرس بجي جلالة بلا غني الملتزمة إيماجين انت واضح نعم معناها مش لازم هل صحيح رفضت تشارك في حفل التوانسة في إسرائيل انت والمرحوم سفيان الشاعر صحيح وجاونا حتى لوني قدك كان المبلغ أنا قالوا لنا اطلبوا اللي تحبوا هزوا انت هز مرتك وبنتك وسفيان قالوا هز مرتك وولدك ونزوكم تصليوا في القدس وما نتبعوا لكمش إسرائيل واموركم هاني واطلبوا اللي تحبوا ما مشيناش وعاودوا جاونا خلطوا علينا حتى النابل وقت مصيفين انا سفيان الله يرحمه غديكا وقال لي فيصول شنو قلت له انا مانيش ماشي قال لي مالا حتى انا مانيش ماشي شوف انا مانيش ضد الديانه اليهوديه اما انا ضد الكيان الصهيوني واضح يقولوا انه السيناريست حاتم بالحاج هو الوحيد اللي ياخذ حقه من الاعادات لش اشوف لي حل هل هذا صحيح؟ لا يظهر لي ياخذ فلوس معناتها اي نورمال ما منعرفش قديش اما هو ياخذ خاطر هو عنده دروا دوتور هو المؤلف ياخذ هل هذا يعتبر دروا ديماج ما تعتبرش ظلم هذا تويكا ظلم كبير شوف انا ما نعتبروش ظلم وقت اللي تبدا التلفزه الوطنيه لان هي مؤسسه حكوميه نتاع الشعب تعاودوا نورمال اما تعاودوا تدخل في مليارات ببليسيتي وما وماج للناس اللي خدمت فيه معناها ماناش تربينا هو المشكله وين التو مازال ثم ببليسيتي اي يعني. بالطبيعه والغدوه اللوديمات اللي عملها اكثر من برشا قنوات خاصه معنا وي اخر عمل درامي فيصل شاركت فيه كان منام تاع روسيه عام 98 اي وبعدها ما عيط لك حتى مخرج المشكل منك انت ترفض انك تخدم مع مخرجين
ولا انه مخرجين ما يشوفوكش في اعمال نتاعها؟ لا فما مخرجين مش نفرض نرفض المخرج، نرفض التعامل، خاطر نقرا سيناريويا ومن بعد نختار. فما ادوار ما عجبتنيش وفما ادوار عجبتني وما تفهمناش في الخلاص نتاعي. كيما شنو هو فيصل تصوروا هذا ما اي تصور، وانا خذيت 14 ايبيزود وكملوا لي بالكنزيام وما تفهمناش على الخلاص، وخيطوا الكوستيم وكل شيء امور مريقله. قلت لهم ديزولي انا من السوم هذه ما نخدمش بيه نتاع 15 سنه لتالي. رجعت لهم السيناريو وخرجت على روحي. شنو هي السيناريو اللي قريته حتى كان بعديك كي تصور انت ما رفضت انك تمثل فيه؟ ما فهمتكش. معناتها السيناريو عطاوك نص قريته باش تمثل فيه انت رفضت خاطر السيناريو ما عجبكش، اما بعديك لقيته تعدى معناها. لا بالحقيقه ما مش حاجه كبيره، معناها سيتكوم صغير ومش حاجه كبيره. باهي. اما لي بروبوزيسيون الاخرين مثلا لي سبوت مثلا لي بيبليسيتير، فهمت كيف؟ وقت بث شوف لي حل فيصل والنجاح اللي لقاه الكبير برشا وقتها كنت تصور مع المعجبين نتاعك بالفلوس، هل هذا صحيح؟ هذيا شوف هذيا عملت بوليميك دون لو طون، هذيا عندها من عامت اللي تعمل خطاب على الباب. انا وقتها ظروفي الحقيقه عائله وظروفي يعلم بها كان ربي، ما مشيتش للعباد قلت لهم يقفوا يجي نتصور معاكم. جات اتفاقيه وقتها في منتزه كبير معروف ما داعي في ذكر الاسماء، تفاهمت مع شركه جاوا خذاو هما اون شارج انه يصوروا العباد، ما يتصوروا مع عباد معايا وهما ياخذوا الفلوس تكياتهم وامورهم كانه سبيكتاكل معناها هكاك. وانا ناخذ بورسنتاج معناها في نهارين خويا نتاع العيد، وانا وقتها في حاجه اشد حاجه للفلوس ما نكذبش عليك، جي بروفيتي وخدمت خذيت فلوس وتصورت مع اي دوبوي روا من وقت الحكايه فاتت من عام 85 ذلك 86. معقول شد؟ اما ما نكذبش باش نقول باهي فيصل، هل تنجم تحكي لنا على حيثيات انتاج الموسم الاول من سلسله نسيبتي العزيزه؟ كيفاش انطلق البروجي هذا؟ وكيفاش حكى لك عليه سفيان الله يرحمه؟ انا شوف باش من ندعيش المعرفه ولا ندعي اني نعرف كل شيء، انا اللي نعرفه الله يرحمه سفيان بالمناسبه في هالشهر الفضيل. جاني سفيان الله يرحمه قال لي راه عندي بروبوزيسيون تاع بروجي، وقعدنا هو كان معنا في الفرقه بلديه تونس المسرح، وقعدنا في القهوه اللي باش نبى الفرقه وقعد يحكي لي على البروجي وقال لي راني نجيب شكون باش يكتب وراه بريسك حاضر باش نعديو في الوطنيه اثنين وطنيه واحد اللي وقتها نسيت. المهم ما سوى معاه شركه نتاع عامل حبيب هكا الوالد سفيان. والد سفيان الله يرحمه يا اخي باري ما تفهموش، خذوه على اساس يخدموا في نسمه. بعد كل صارت معناها مشاكل لانه مع نسمه فهمت كيفاه، مانيش انا مانيش ما خدمتش معاهم الحقيقه، حسيت بسفيان وقتها متقلق بالكدا، حسيته متازم بالكدا، ووقتها ديجا هو عمل العمليه على ساقه خاطر البوا والكل الله يرحمه. وانا غضتني الحقيقه، غضتني انا سفيان صاحبي خاطر معناها سيت ان اكتور فريمون ما تلقاش كيفه. نحن مشكلتنا ما نعطيوش قيمه لناسنا للي كومبيتونس نتاعنا، تجي تلقى ممثل ولا مغني طياره والناس تحبه توا مثلا قل لي انت سامحني كنت تسال وليت نسال فيك ينجموش ينحيوا محبه الناس لسفيان الشعري في تونس كامله وفي الجزائر وفي برشا بلايص اخرين في ليبيا وغيرها. لا ينجموش، جاوبني انت ما ينجموش، ما هاني قلت لك انا يحاولوا هما حاولوا ينحيوا بعدم تكريم سفيان يحبوا يعملوا كيك بتقزيمه بطرق او باخرى يحبوا. نحن مشكلتنا ديما نضربوا في بعضنا والناجح ديما نحبوا نعملوا له حكايه. خلينا في الفتره هذيك سفيان قاعد في قلوب الناس والناس تحبوا ما عندكم ما تعملوا هذاك للابد باش يقعد في قلوب الناس ويقعد الناس تحبوا ربي يرحمه. وانا نحكيو على الفتره هذيك معناتها السيتكوم هو في الاصل فكره سفيان الشعري. اي هذا اللي في بالي بيه، هذا اللي حكيولي سفيان الله يرحمه. بعديك صاروا مشاكل وسفيان تقلق في انه دوره صغار ولا اي انا ذيك مش حاضر عليها مي وقتها نحن نتقابلوا مش برشا انا وسفيان مي الباري كانه حاسس فما حكايه قاعده تصير وتعارك هو ونسمه ومدير نسمه وقتها قال له كلمه نذكر يا ربي بكل صدق قال له كي سمعته في الراديو في موزايك في موزايك فوالا كانه قال له انا نجم نقتلك في المسلسل في السيت كوم معناها كي غضبته برشا برشا يظهر لي هكا غضبته برشا برشا. وسفيان حساس سفيان بيبي ريتوك الجامه ذيك الكل راهو طفل صغير. قول لك حاجه انا مهما كان باهي اما يجي وقت كي توصل لحد نترشق معناها سفيان ما تراهوش ما تغش يجبد روحه يسكت ويخرج مع روحه ساعات يبكي ساعات فهمت يجي يحكي لي فهمت معناها ما يردش الفعل يحسها لداخل الفازه هذيك وجعته برشا برشا. نتجاوزوا موضوع سفيان فيصل باش نحكيو في سؤال اخير معناتها هل تشوف انه
امكانياتك التمثيليه مقارنه باللي قدمته ثم فرق كبير، معناتها امكانياتك اكبر من الشيء اللي عملته، خصوصا انك من عام 98 تو ما مثلت في حتى مسلسل. شوف انا ما نقيسش بهذا، انا نقيس بالاعمال التجربه الكل، بالخايب بالباهي اللي عملته، سواء في التياترو ولا في السينما ولا في التلفزيون، هذاك نقيس بيه، ونقيس بمحبه الناس ليا. انا نخرج انا ولد حومه شعبيه ونتنقل في المسرح برشا بلايص، من تونس من شمالها الى اقصى جنوبها، ونرى العبيد كيفاش تتعامل معي من خلال ذاك، انا اعرف قيمتي انا. اما كيك تحكي بيرفورمانس دو كوميديان ولا تحكي، انا ما نجمش نقيم وما نجمش نقول انا وصلت. قد ما تجي تجربه، توا تجربه معاكم انتم، هذه تجربه نجم معناها نفشل فيها، نجم ننجح فيها، فهمت؟ سيتول كيما عملت تجربه تنشيط تيلي رياليتي، برنامج الاطفال في جبولات وجو كله، ما خلصتش فيه. إيه ما خلصت عاد ما تحكيش حدث ولا حرج، برشا برشا مرات فايز ما خلصتش. ما انا خاطر طيب، المشكله ريت على قلت لك تضرب وقت اللي شكون يضربك، يلقى لك البوان فيبل نتاعك، بوان فيبل نتاعي تيبتي. اما توبه يا داود، توبه يا داود. واضح سي فايصل بزير، نشكرك على صراحتك وعلى اعترافاتك الجريئه. واحنا اعترفنا اعترفنا اخويا بربي. ميساج من خلال الكرسي القاعده بجاه ربي، ها نخزل الكاميرا، خلصوني وخلصوا العباد في فلوسهم، سيرتو الوطنية. ما تدعيوش اللي انتوما تقولوا نحنا خاطينا، انتوما في الحكاية واحنا ما كملنا، كان انتوما جيتوا ضمنتوا في المنتج وبعد ما عادش تهزوا تليفون. مش انا برك نتكلم على روحي، اما راهو اكثرية الناس ما خلصوش، عيب عليكم. مرسي بوكو فايسي بزين، عندي لك خبر خايب. صلي على محمد. الجزء الثاني وفاء، تقابلوا في الجزء الثاني. رجعني. Oh.